وصلنا الآن لموضوعنا الرئيسي، قرار تغيير مجال العمل في أي مرحلة من مراحل الحياة يمكن يكون نقلة نوعية تفتح أفاق ومهارات جديدة، لكن أحيانا ممكن يكون مثلا مغامرة يخاف منها البعض. هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير. كثير من المشاهير والناجحين في مجالاتهم أعادوا اكتشاف أنفسهم من جديد وغيروا مسارهم المهني قبل ما يوصلوا لهذا النجاح، وكانوا مصدر إلهام. عندنا مثلاً الرئيس الأمريكي رونالد ريغان كان ممثل، والممثلة هيدي لامار راحت لمجال البحث العلمي، والممثل محمود مرسي كان مدرس فلسفة. من ناحية تانية، أكيد أنه العمل في مهنة مستقرة يخلق منطقة راحة للإنسان تعطيه شعور أنه متحكم في حياته، لكنها ممكن تسبب له نوع من الركود والقصور الذاتي، وكثير ناس تلقاهم عالقين في وظيفة ما يحبوها لكن يحسوا أنهم مو قادرين يتركوها. ورغم ذلك يظل تغيير المسار المهني قرار صعب محفوف بالمخاوف والقلق والمخاطرة، خاصة لو عاش الإنسان سنين طويلة بطريقة معينة صارت تمثل له الحياة أو الواقع، فما يقدر يتخيل إنه في حياة أخرى أو واقع آخر ممكن يبدع فيهم. واليوم ضيفي عبر سكايب الشيف أيمن عبد القادر اللي تنقل أكثر من مرة من في مجالات عمله. أهلا وسهلا فيك أيمن. يا هلا مرحبا، حياكم الله. أول شيء أيمن، قبل ما أسألك ليش تنقلت، قل لي إيش المهن اللي امتهنتها الفترة الماضية غير أنك شف؟ نعم، تقريباً من 2006 توجهت إلى العمل في مجال الخضار والفواكه الاستيراد والتصدير، وبعدين انتقلت بعدها إلى الزراعة. جميل. وبعد الزراعة تحولت إلى أني أصير شيف في فندق روز وود. جميل جميل. طيب ليش اتخذت هذا القرار أنك تغير وتروح أنك تصير شيف فجأة مرة واحدة، خاصة أنه ما هو مجال يعني أي أحد ممكن يحبه، لازم يكون عنده شغف من الصغر مثلا. والله شوفي، في كل مرة بيتغير المجال بيكون في سبب ظروف، يعني بتكون الظروف هي اللي غيرت المجال، وبكون بحط قدامي تحدي. جميل. بحاول نعم أشتغل على التحدي. طب أيمن، تحس أنك مع كل تغيير ومع كل ظروف جاتك أنك أنت ممتن لهذه الظروف اللي جاتك اللي زي غصبتك أنك تغير مجالك، ولا في مرات كنت يعني مضطر وما كنت مبسوط في هذه الخطوة؟ لا بالعكس، إذا ما كان عندي الامتنان ما راح أقدر أوجد الشغف في مجال الآخر. دائما بيكون هو اللي بيحفزني للنجاح فيه. طب إيش أكثر المهارات اللي أنت اكتشفتها بنفسك؟ أكيد مثلاً كل مجال عمل يحتاج أو يتطلب مهارات مختلفة، وفي كل مرة أكيد أنت اكتشفت بنفسك أشياء غير، لو تحكينا أكثر عنها. والله شوفي، المهارات في كل مجال من مجالات العمل، لو تشوف الزراعة والخضار والشيف والآن المجال البحري اللي أنا شغال فيه كشحن وخدمات لوجستية، كلها مرتبطة ببعض. ولكن المجال اللي يمكن فيه شغف على اساس انك تاخذ الفيدباك دايركت اللي هو الكيتشن، المطبخ. جميل. طيب لو نتكلم عن الصعوبات، طبعا كل انسان ناجح او قاعد يشتغل بيعدي بتحديات وصعوبات، بتواجهه عقبات كثيره، انت ايش ابرز الاشياء اللي واجهتك وكيف كمان قدرت ايمن انك تتخطاها؟ والله طبعا ما راح يقدر يشتغل او يتنقل في مجالات العمل هذه الا لازم الواحد يكون عنده يكون مغامر في الاصل، لانه خاصه اذا كان عندك اسره فانت لابد يكون عندك ريسك عالي، ولكن الحمد لله تكون انت قدها. في النهايه كل الاعمال انت ممكن تقدر تبدع فيها وتقدر تؤدي فيها اداء ممتاز، ولكن تحاول انك تحاول تدرس الموضوع او تذاكره. طب ايش تنصح الناس؟ انت ذكرت ايما موضوع الاسره، يعني ممكن لو الشخص ما عنده مسؤوليه، ما عنده زوجه واطفال، ممكن ابسط عليه انه هو ياخذ هذه الخطوات ويتنقل بكيف وما في مسؤوليه، بس الناس اللي تبغى تسوي هذه الخطوات لكن عندها مسؤوليه ايش تنصحها؟ والله لابد يعني يفكر زين قبل ما يتخذ القرار، لانه لابد انك تكون دارس الموضوع. دارس الموضوع على اساس لا تخفق، يعني لا يصير في اخفاق في التحدي الجديد. جميل. طيب انت ايش شغلك الحالي؟ بس معلش ايمن، انت قلت في المارين سيرفيس لوجيستيك. جميل. ولقب شيف، انت برضه تطبخ؟ نعم ما نزلت. طيب وكيف يعني كيف
انا مهتمه في الطبخ وابغى اعرف كيف انت بتطبخ وفي نفس الوقت بتشتغل شغلات مختلفه ودخلت مجالات مختلفه، من متى كان عندك شغف وحب الطبخ؟ الشغف الطبخ لا من زمان يعني انا كان عندي عام تقريبا 1999 كان عندي مطعم في الامارات في الشارقه. هذا كانت اول دخولي في مجال المطبخ، وبعدين في الرياض 2006 وبعدين الان ما زلت يعني احب الشغف شغفي في الطبخ، ولكن المجال الجديد اللي دخلت فيه اللي هو حلو. وتركت الان الطبخ وما بتطبخ خلاص ابدا؟ بس صار شغلك يعني بطبخ. بتطبخ مره الحين والاخر؟ نعم بطبخ، نعم اكيد. بس الان انت خلاص المطاعم اللي انت ذكرتها لسه شغاله ولا خلاص قفلتها؟ لا لا لا, لا. قفلتها. فممكن مستقبلا نشوفك تاني في مجال الطبخ ولا حتركز اكثر على المجال اللي انت فيه، او ممكن نشوفك بتتنقل لمجال ثالث مختلف مثلا؟ لا باذن الله تعالى المطعم الخاص فيني ان شاء الله بيكون خلال ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله تعالى. طيب قبل ما نختم مثلا ايمن، لو تبغى تنصح الناس اللي تحب انها تغير مجالات وتاخذ هذه الخطوات ايش تحب تنصحهم؟ والله يا أختي طبعاً أنا في أستاذ محاضر في أحد المحاضرات قال لي نصيحة أو قاعدة في التنمية البشرية: Don't stay in one place more than three years because your passion is gone. الشغف بيروح خلال 3 سنوات. في ناس مش جميع المطابخ مش في جميع المجالات مثلاً الـ IT ما يقدر يتنقل من وظيفته، ولكن الشغف غالباً بيكون 3 سنوات ماكسيموم. فإذا أنت حسيت أن أنت بتكون إضافة لمجال ثاني أو مكان آخر، المفروض أنك يعني تعلم متى ترحل على قولتهم، عشان ما تهدر طاقتك. يعني ممكن كل إنسان عنده طاقة مكمونة وشغف ومهارات الواحد لازم يستغلها أو ممكن يجددها على نصيحة الدكتور كل 3 سنوات. يعطيك ألف عافية أيمن، وموفق يا رب في مسيرتك المهنية سواء فضلت في اللي أنت فيه أو حتى غيرت شغلك. يعطيك ألف عافية.